بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في عندك دكتور هشام، وهنستعرض شبكة الصرف بالكامل، واللي عملها لنا الأستاذ محمد أخو الأستاذ عادل، ودول شغالين معانا على طول في جميع المشروعات، وبيشتغلوا قبل كده عمارات في مدينة العبور تحت إشراف دكاترة مهندسين. والشغل هنا تم وفقا للمواصفات اللي بتنص عليها وزارة الإسكان. احنا دلوقتي داخلين على الحمام الكبير، احنا هنستعرض الشكل العام، وبعد كده الأستاذ محمد هيشرح لنا بالتفصيل ايه اللي تم وايه اللي اتعمل. ده زي ما انت شايف خطوط الصرف ماشية هنا، وادي خط التغذية الرئيسي اتنقل من مكانه، تمام، وادي التوصيلات الخاصة بالسخان، نقطة صرف، تغذية، كل دي خط تغذية. وبعدين في الأرضية دي خطوط الصرف اللي هي باللون الأبيض، اللي باللون الأخضر ده خطوط تغذية، واللي باللون الأبيض دي خطوط صرف. طبعا دي معمولة حسب ميول معينة حسب ما المواصفات بتقول. هنطلع دلوقتي من الحمام الكبير وهندخل على المطبخ. ده احنا داخلين على المطبخ، ادي النقط اللي اتعملت في المطبخ هنا، ادي السخان، مكان السخان، ادي كل دي خطوط تغذية، وادي نقطة صرف دي موجودة في المبنى من اساسه، وادي خطوط تغذية، وادي خط صرف، دي احنا فيها احتياطي عاملين عشان نشتغل عليها. ده مقدمة عامة. معانا الأستاذ محمد اللي هو فورمان، وهو القائم بأعمال السباكة، وفي تحت إيده دواليب صناعية كتير جدا. هو ابتدى أول يوم بعدد 4، وطبعا كان الإنجاز سريع. هنقدر نقول إن الشغل ده كله تم خلال 3 أيام متواصلين. الأستاذ محمد، تحب نبتدي من أنهي مكان؟ الحمام. هنبتدي من الحمام. بس لو بتتكلم صوتك يعلى عشان نتسمع. تكلم صوتك. نبتدي بالحمام الكبير. طيب. طبعا استاذ محمد، لما تعدي على الحاجات تقول لنا المسميات بتاعتها ايه، الاحمر والاخضر والحاجات دي والكلام ده. بس اتفضل نبدا من هنا. اتفضل. هنا ده خلاط البانيو. خلاط البانيو. مخرجين، اللي محطوط الاحمر ده طوبب، اللي تحتهم كوع بسن عشان الخلاط يركب عليه. والطوبب ديت عشان الاختبار. طوبب اختبار بس. اختبار ان شاء الله. تمام. طبعا على منسوب يناسب ارتفاع البانيو، والخلاط يبقى فوقه بمسافه مظبوطه تريح. بتشتغل على منسوب كام بالنسبه للطوبب البانيو؟ 65 سم فوق البلاط. 65 سم فوق البلاط. ماشي، ننتقل لنقطه ثانيه. اتفضل. ده صرف غسالة اللي هو الابيض. الابيض دوت اهوت عشان بين الورق كده اهو. ايوه كده، ده صرف للغسالة. الورقة اللي محطوطة دي عشان ما ينزلش فيها. تمام. ودي حنفية غسالة اللي جنبها اللي فيها الطبة الحمراء. اللي فيها الطبة الحمراء دي حنفية للغسالة. تمام. حنفية للغسالة. ننتقل لنقطة تانية. ده سخان، المخرج بتاعه الارتفاع يناسب سخان غاز وكهرباء. تقريبا متوسط قد ايه الارتفاع من وش الارض؟ هو ده مش من وش الارض، ده من السقف، 150 سم من السقف. ده من السقف، دايما بناخد منسوبه بننزل بالسقف 150 سم. 150 سم بالنسبه لهنا. طيب ننتقل لنقطه ثانيه. اتفضل. هنا الجنب اللي فيه الشباك ما فيهوش اي حاجه. ايوه، ده فاضي هنا. هنقول هنا فيه. ده المحبس على بعد 15 سم من الحيطه. ده اللي هو المحبس العمومي بتاع الحمام الرئيسي. المحبس العمومي بتاع الحمام، ودايما لا يقل عن 15 سم من الحيطة. ده اقل حاجة ممكن. طيب ماشي، وبعد كده؟ جنبها ده قاعدة حمام، تواليت. قاعدة حمام. تمام. تواليت ده الصرف بتاعها اتنقل طبعا، كان هناك في الركن. ايوه. مكانه مش طبيعي، كانت الحتة دي. ايوه. مكانه مش مناسب، نقلناه هنا. ايوه. على بعد 60 سم من الحيطة. تمام. تمام. دول مخرجين، واحد للشطافة وواحد للصندوق، وممكن يركب عليهم شطاف خارجي إضافي. تمام. تمام.
يعني على بعد 25 سنتي من الصرف، كل واحد فيهم على بعد 25 سنتي من الصرف. يعني دلوقتي احنا حاليا المشكله ان في كومفورت، راحه بالنسبه لاستخدام التواليت، ما عادش اللي هيقعد رجليه ضربه في الحيطه يمين او شمال. لا بعيد خالص، اللي قاعد مرتاح. تمام. ونيجي هنا كمان، ده صرف الحوض الوش. ايوه في النص هنا صرف، ده صرف. ده صرف. تمام. ومخرج الميه يمين وشمال سخن وبرد. تمام. طبعا الطباب دي اختبار، الكوع اللي وراها كوع بسنه عشان ما احبس الزاويه يتربط. تمام. تمام. ده على ارتفاع 50 سم من البلاط من الارض. ايوه. عشان يبقى مناسب مع ارتفاع الحوض سواء كان بركبه او كان على رخامه. تمام. طيب ننتقل بعد كده، ننتقل احنا دي خطوط التغذيه والتوريد. البيبه بس الصرف اللي ما جبناهاش. يعني ده الصرف نازل كده رامي على البيبه. ايوه دي لو تبقى بيبه دي الصرف. نكشف البيبه ولا نسيبها؟ اكشفها. ده البرقع ده بيتحرك، ودي طبه للتسليك. أيوة. الفايز بتتشال. تمام. ده بيبقى محطوط عشان يمنع ريحه، يمنع صرصار، يمنع اي حاجه. تمام. والطبه دي بتتخلع لو في حاله تسليك بس. بس طبعا هي مش تمام. برضه احنا بندي داتا وانفورميشن للدكتور هشام، عشان دي حاجات يعني المفروض الانسان العادي داخل البيت بيعمل الحاجات دي وعارفها. طبعا ده مش الشكل النهائي بتاعها، في غطا بعد البلاط. طبعا احنا بنتكلم على مرحله التاسيس. ده صرف رايح للغساله. ده الصرف اللي هو جاي من الغساله ان شاء الله. جاي من الغساله طالع على البيبه هنا. وده صرف اللي هيكون للبانيو. ده الصرف اللي هيكون للبانيو، يعني البانيو هيركب في الجزئيه دي، وده الصرف بتاعه برضه داخل وماشي رايح على البيبه. ده كتجهيز لمرحله اولى. ده تجهيز لمرحله اولى. هندخل بعد كده على المطبخ. ايوه. أنا دخلنا المطبخ، ما فيهوش شغل كتير، مش كده برضه يا أستاذ محمد؟ ده سخان على نفس الارتفاع والمنسوب اللي هناك، طبعًا الوصلة دي عشان تنقل المية السخنة، المية الباردة للمية السخنة، لأن خط السخن ما بيبقاش فيه مية إلا لما السخان يركب. تمام. فده عشان ينقل المية للاختبار. دي الاختبار. للاختبار بتتشال دي بعد كده وتركب السخان. وأنت طبعًا إن شاء الله يا أستاذ محمد هتتصل لنا بشريف للبلاستيك. عشان يعتمدوا المنتج بتاعهم. يعتمدوا المنتج بتاعهم. وهيضغطوا المواسير، بيضغطوها لغايه كام بار تقريبا؟ 20 بار. لغايه 20 بار. يعني عندنا 20 بار ده رقم كبير جدا 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 يعني. المايه لما بتكون قويه جدا في اعلى مركز قوه ليها ما توصلش 4 بار. 4 بار ده اعلى ضغط للمايه مسجل في خطوط المواسير. بالظبط. احنا هنختبر لغايه 20 بار. 20 بار. ومنتظر نجيبهم امتى كده ان شاء الله يا استاذ محمد؟ والله لسه ما حددتش معاهم ميعاد، بس يعني مش كتير، في خلال كام يوم. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب النقطه دي موجوده اساسا من الاول. ده صرف المطبخ، هو الافضل ان صرف المطبخ ما بيبقاش فيه كعان كتير. يعني هو بيبقى داخل رئيسي من بره من المنور، المطبخ يرمي عليه، يبقى الصرف مسافه صغيره. على اساس ان هو يعني ما حصلش فيه مشاكل كتير ان شاء الله. وده ده بقى محبس الميه اللي كان المفروض انه في الحمام الصغير. بس طبعا بعد الرصه اللي رصيناها في الحمام الصغير مفيش مكان يكفي. حاول اجي بس من هنا عشان الصوره تطلع. مفيش مكان يكفي انه يكون في الحمام الصغير. فطبعا المكان المناسب ليه هنا احسن. طيب ماشي. والنقطه دي يا استاذ محمد. ايوه. طيب كويس. ايوه ده كده واضح كويس. تمام. ماشي اوكي. يعني عندنا دلوقتي محبسين عموميين. بالظبط، واحد في الحمام الكبير بيقفل عن الحمام بس. واحد في الحمام يقفل عن الحمام بس، يعني اللي في الحمام الكبير ده يقفل عن الحمام الكبير الحمام بس. ودوت بيقفل عن المطبخ والحمام الصغير. بالظبط. سامع دكتور هشام عشان تبقى عارف شبكه تغذيه الميه ماشيه ازاي. ده هنا مخرج لفلتر ميه يركب. اي نوع فلتر. اي نوع فلتر، سواء الفلتر الكربوني او الفلتر العادي. احنا طبعا عاملينه تحت. لان اغلب الناس بتجيب فلتر كربوني اللي هو فيه كذا مرحله وخزان. اللي هو الحديث اللي هو بتاع الشركات. اغلب الناس ده اللي هو بيبقى انقى من المايه المعدنيه. اللي هو مرحلتين، يعني بيعمل عمليه يعني هو في منه لغايه 5 مراحل كمان. لغايه 5 مراحل. وخزان جنبه وجهازات الميكروبات يعني. تمام. هنا ده مخرج بتاع حوض المطبخ. حوض على اساس ان في رخامه هتركب ان شاء الله. الحوض هيبقى راكب فيها. تمام. والخلاط هيبقى طالع من الرخامه. ان شاء الله باذن الله تعالى.
باقي الخط هنا ده صرف غسالة اطباق. صرف لغسالة الاطباق. صرف غسالة الاطباق. طيب احنا عاملين هيبقى خط الصرف هنا، يعني غسالة الاطباق هتيجي في الاريا دي بتتحرك، يعني الخرطوم بتاعها بيديها فرصة تحرك يمين وشمال. طيب المسافة دي خلينا نقدر نعمل حوض في حدود طول قد ايه كده؟ يعني الحوض ممكن يعني ممكن نعمله على حرف ال الحوض مش كده؟ ركنية حلوة كبيرة هنا الرخامة دي. لا هو بص حضرتك الرخامة هتستفيد بيها في يعني بروز بس مش هتعمل هنا ركن. يعني الركن ده هيضايقني يعني ممكن اخد بروز هنا لغاية الطول ده كله بروز قد ايه بس؟ يعني هيبقى عندي ادي هنقول ادي 20 40 60 80 يعني ممكن لغاية متر تقريبا الرخامة؟ لا الرخامة تاخد الجنب كله. تاخد الجنب كله. تاخد الجنب كله. الرخامة بتتحرك لغاية الجنب، المفروض ان الباب ده هيتقفل مش كده؟ هيتقفل وتعمل ماشي الرخامة تمشي معاك لغاية الاخر فوق القطع الخشب بتاعك ويبقى تحديها وتتعمل على ما تشوف بحيث غسالة الاطباق تيجي تحت الرخامة هي كمان. الغسالة ارتفاعها 84 سنتي. 84 تمام. وهنا الرخامة بتركب على ارتفاع متر. الرخامة على ارتفاع متر. ماشي الرخامة على ارتفاع متر. تمام. فهنا ده صرف الغسالة ودي حنفية المية. طبعا التصاريف بتاعت الغسالات لو تلاحظ ان هي عاليه شويه عن تصاريف الحواض لان دي مشكله ناس كتير بتقع فيها، المفروض ان صرف الغساله ما بيقلش عن 70 سنتي. ما يقلش عن 70 سنتي ده الستاندرد اللي دايما بنشتغل بيه. ما يقلش بيه. ممكن يزيد لكن ما يقلش عشان الترومبه بتاعت الغساله. عشان ترومبه الغساله. طيب اتفضل ننتقل بعد كده للحمام الصغير. اتفضل يا استاذ محمد. دي الجزئية خاصة ده الحوض الوش. الحوض الوش طبعا هو حوض مقاسه صغير اصغر من مقاسه صغير واحنا هنا تلاحظ ان المية والصرف ملمومين في حتة صغيرة جدا. ليهم سبب ان ده في الغالب بيركب حوض بربة معلقة فبتبقى كل حاجة جواه فانت بتلم دول مع بعض على اساس في اضيق مكان بحيث ان الربة لما تركب. طيب يعني حضرتك بالنسبه للحوض اللي هنا نجيبه بركبه معلقه. بركبه معلقه عشان يمشي مع مقاس الحمام. اما الحوض الثاني نقدر نجيبه فري عادي اي حوض. الحوض الثاني حوض بركبه كبير. حوض على رخامه كل حاجه تنفع في الحمام. كل حاجه تنفع بس ده لازم اجيب بركبه معلقه. ده لازم بركبه عشان المسافه ضيقه. تمام. والنقطه ديت المخرج بتاع الشطافه بتاعت التواليت. والتواليت ده برضه احنا نقلناه برضه لا التواليت كان هنا. هو كان ما ينفعش خالص طبعا. مكان ما ينفعش خالص. ده جبناه هنا. تمام. تمام. والجزئين اللي فوق دول. الجزئين دول اللي بقى للبانيو. خلاط البانيو. هم مقاساتهم مش مظبوط دلوقتي لان مش هقدر احكم مقاساتهم لما يتحط البانيو. لما يتحط البانيو. تمام. بتبتدي تضمهم على بعض او تفتحهم عن بعض. لا عشان ارحل لان في هنا بروز انا شايف في كاميرا وفي عمود فما اعرفش البروز هنا. مش عارف الدنيا هتوصل ليها. بص حضرتك هنا. في العمود ده. شايف العمود ده فيه بروز قد ايه؟ شايف. فالبانيو هو اللي هيحكم معايا اذا كان هيبقى جوه ولا بره. تمام. فلما يتحط البانيو هنقدر تحدد البوزيشن الاخير بتاعه. تمام. طيب هو بقى في استفسار بقى يا استاذ محمد بالنسبه لل اللحامات. طبعا انا كنت بشوفك بتشتغل بكاويه لحام. اللحامات دي بقى بمكنه لحام. الماده بقى اللي بتصنع منها مواسير الشريف البلاستيك ماده بولي بروبلين. بولي بودره بتيجي بودره. الشركه الشريف بتصنعها وبتطلعها مواسير تحت مسؤوليتها. يعني ده يعني المصنع بيقول انا مسؤول عن المواسير يعني هو ضامن شغله بنسبه 100%. بالظبط اصل المنتج ده كمان موجود في السوق بقاله دلوقتي اكتر من يعني 15 سنه مثلا موجود هنا في مصر. بقاله اكتر من 15 سنه. مفيش اي مشاكل في منه. طيب يا استاذ محمد والحماد بقى بتعملها انت بنفسك ولا بتخلي الفنيين الموجودين معاك يعملوها بالنسبه للحماد الكويه؟ لا الحماد الكويه بعملها. بتعملها زياده ضمان بس. زياده ضمان بتعملها بنفسك يعني. طيب بالنسبه للكعان والحاجات الثانيه اللي هي زي ديت بتستخدم الماده اللي بتلحم بيها ماده ايه؟ بتهيألي هي موجوده في ال ايوه نعم ده كوع 3 بوصه الشريف. ايوه تمام. ده يعني مواصفاته واحده. تمام. احنا بنلحمه بلحام حار. ايوه. بيتحمل درجات حراره عاليه لغايه كام؟ والله كام بالتحديد انا ما اعرفش بس بيتحمل درجات حراره عاليه. يعني الميه السخنه تمشي فيه باعلى درجه ليها ما فيش اي مشكله. لا ما فيش اي مشكله لو يعني لغايه 90 تمشي. اهم حاجه ما توصلش ال100 بتاعت الغليان. ما توصلش ال100 بتاعت الغليان البخار خلاص.
يبقى بنتكلم عن قصة تانية. بالظبط، لكن هي طيب. كخامة والحام يستحمل حتى طيب. مادة اللحام نفسها مبالغة. ايوه، ادي مادة اللحام المستخدمة، نصور الاسم التجاري بتاعها عشان نبقى عارفين، اي مادة اللي هي CPVC سمنت 914، ده الرقم بتاعها. الرقم بتاعها 914. 914 ده بنسميه لحام حار. لحام حار ده بيستخدم في جميع المواشير البلاستيك اللي هي خاصة بالصحة. 914 دي مفروض ان هي القياس بتاع نوع اللحام. يعني في 914، في 714، في ارقام كتير. 914 هو اللي بيحدد القياس بتاع اللحام، يعني درجة اللحام ده وقوته ايه. يعني 914 ده متهيألي درجة عالية. درجة عالية. درجة عالية من القوة. درجة عالية. وادي برضه البيانات، وده متصنع في امريكا. امريكا واضحه هي. احنا ممكن نفتح له العلبه بس ممكن يشم ريحتها. لا لا. احنا بنشكر الاستاذ محمد. بس برضه خامه ال هنا السمك بتاع المواسير اللي شغالين بيها. ايوه سمك مش قليل، ده اعلى سمك تقريبا في البوصه ونص. اعلى سمك في البوصه ونص ده اللي احنا اشتغلنا بيه. سمك مش قليل، يعني بيوصل ل 4 مللي. طيب ده سمك مش وحش. احنا بنشكر الاستاذ محمد على الاستعراض اللي عمله بالنسبه لتركيب شبكه الصرف. هنلتقي مع الاستاذ محمد ان شاء الله مره اخرى بعد ما نركب السيراميك. لما نجيب البانيوهات هيشرفنا، هيجي يركب البانيو وهنسجل الكلام ده، وبعد ما نخلص تركيب السيراميك الارضيات والحوائط هيشرفنا ثالث مره برضو يعمل عمليات التشطيب اللي هي تركيب التواليت والاحواض والاكسسوار اللي هو بيبقى موجود في الحمامات. متشكرين يا استاذ محمد، ونلتقي يعني مره اخرى باذن الله.